السلام عليكم، صباح الخير تلاميذي السنة الأولى متوسط. اليوم إن شاء الله راح نكمل نشرح لكم الوحدات. عدنا me and my friends الصفحة رقم 35، راح تفتحوا الكتاب معايا في الصفحة رقم 35. عدنا me and my friends، me and my friends، إذن أنا وأصدقائي. أنا وأصدقائي، كما راكم تشوفوا هاي الصورة عدنا هنا، أنا وأصدقائي مجموعة من الأصدقاء دايرين دائرة حول الكرة الأرضية. أوكي، إذا تبعوا معايا نبدأ في شرح هذه الوحدة. ما تنسوش تفتحوا الكتاب في الصفحة 35. شفنا الصورة، دوكا نروحوا للصفحة 36 سيكونس 1. عدنا me and my friends، me and my friends، أنا وأصدقائي. إذا عدنا I listen and do، I listen and do، أستمع وأطبق، أستمع وأطبق. عدنا listen and repeat، listen and repeat، استمع وعاود وش تسمع. أوكي، عدنا in class، in class معناتها في القسم، in class، هذه الصفحة 36. عدنا الأستاذة ومجموعة من التلاميذ، قلت لهم good morning pupils، good morning pupils، صباح الخير أيها التلاميذ. pupils هما التلاميذ. good morning pupils، قالوا لها good morning madam، good morning madam، صباح الخير أستاذتي. نقدروا نقولوا miss or madam، madam هي سيدتي، صباح الخير سيدتي، لأن الأستاذ في بعض الأحيان يقولوا لها سيدة، أوكي، يقولوا الأستاذ. أوكي، ننتقل للصفحة رقم إذا الصفحة هي كانت 34، أنا عندي راهي مصفحات متقدمة، ثم أفتح الصفحة في الكتاب 33 34، دوكا نروحوا للصفحة 35. I listen took and repeat، عفوا I listen look and repeat، أستمع أنظر وأعيد. أوكي، in the school yard، in the school yard، the school yard هي ساحة المدرسة، in the school yard. عدنا مجموعة من التلاميذ رايحين يتعرفوا على بعضهم، مجموعة من التلاميذ رايحين يتعرفوا على بعضهم. Hi I am Razan، what is your name؟ Hi I am Razan، what is your name؟ Hi أنا Razan، ما هو اسمك؟ Hello my name is Lina، hello my name is Lina. Hi my name is Rafiq، hi my name is Rafiq. Hi I am Rania، hi I am Rania. نعود إذا نتعرف على بعضنا. Hi I am Razan، hi أنا Razan، مرحبا أنا Razan. What is your name؟ ما هو اسمك؟ What is your name؟ Hello my name is Lina، hello my name is Lina، اسمي لينا. Hi my name is Rafiq، hi my name is Rafiq. Hi I am Rania، مرحبا أنا رانيا. عدنا رفيق، رانيا، لينا ورزان. إذن هكا نتعرفوا على بعضنا، نقولوا Hi my name is، what is your name، ولا I am تذكر اسمك، what is your name. ننتقل للصفحة الموالية، عدنا task 2 my punctuation، my punctuation. هناك punctuation، شتو في اللغة العربية كما عدنا فاصلة، نقطة، علامة استفهام، علامة تعجب، هذو يقول لهم punctuation، علامات الطرح السؤال، كي نطرحوا سؤال عدنا علامة استفهام، كي نطرحوا تعجب عدنا علامة تعجب، كي نكتبوا جملة ونكملوا منها نديروا نقطة وعدنا الفاصلة. راح نتعلموا على punctuation in English. إذا عدنا علامة التعجب نقولوا exclamation mark،